أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اللہ نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. Allah said, then depart from it, for indeed you are expelled, and indeed upon you is the curse until the day of recompense.